التقى أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق صورة تذكارية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وذلك علي هامش مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية وحرص حسن الملقب بالصقر علي التقاط صورة تذكارية مع الشيخ تميم أثناء الشوط الأول من المباراة وكان برفقة عميد لاعب العالم السابق حسن شحاته برفقته حسن شحاته المدير الاسبق لمنتخب مصر واحمد سليمان مدرب حراس مرمي الفراعنه الاسبق اضافه الي لاعب منتخب مصر السابق للاسكواش عمرو منسي ويتواجد الثلاثي احمد حسن وحسن شحاته واحمد سليمان في الدوحه بدعوه من الاتحاد القطري لكره القدم يسكر